في الحلقة السابقة من عيش سفاري. انت اول مرة بتاخد خبز الجبن؟ لا صح متعود. من اول مرة. يلا 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 غيره اسرع. اخر قطعة للفريق الاخضر. برافو. اليوم مشينا لعين رزات وشفنا ياسر مناظر طبيعية وسمحة، خصوصا زهرة التوليب اللي عجبتني كانت في الماء. كنا قاعدين نصور ياسر مناظر وطلعنا لفوق شوي قاعدين نستكشف معناتها. كان هناك كتير حلو لأنه كان كله خضار وكان في سمك وورد وزهر كل مكان، فكتير انبسطنا. اليوم بس رحنا على عين رزات، يعني الصراحة كان مكان كلش حلو وكان أكو كهوف وكان أكو جبال ويعني كان أكو أسماك ويعني مكان روعة الصراحة. أكثر شيء عجبني في عين زات هي أنه يعني مناظر في ما يعني الجبل فني كان عالي بالزف وكله شجار، يعني ما كان ولا بلاصة فيها رمال. العين كلها خضرة لأنها نزلت في الخريف تنزل أمطار كثير، لذلك تكون العين كلها خضرة وفي ماء يعني ماء على أودية وكذا. من بعد مشينا احنا يا عين أثوم وشفت الشلالات وشفت بزاف الحاجة زوينين، ومشينا من إحدى الشلالات ومشينا مورا الشلالات وكانوا بزاف بزاف زوينين. كنا في عين أثوم كان لقينا الشلالات وكان مكان حلو جدا، كان المكان حتى لدرجة إنه يعني كان زحمة قوي، وكان لما نكون عايزين نقرب من الشلال لازم ننط من فوق الصخور عشان نوصل للشلالات بدون ما نتبل. من
من بعد جاء وقت الغداء ومشينا نتغدى ولقينا مرأة سلمنا عليها وقالت لنا شنو هما الأكلات العمانيين المشهورين في عمان في صلالة. يا هلا ويا مرحبا فيكم، شرفتونا. طبعا احنا في محافظة ظفار في عين اسمها عين أثوم طبعا، وشلالاتها ما شاء الله النازلة، وأنا طبعا جاي أقدم لكم بعض الأكلات العمانية الشعبية محافظة ظفار، وراح أوريكم عن وأشرح لكم عن كل واحدة فيها. عندنا هنا وجبة الهريس، أعتقد الأغلبية في الخليج وفي كل الدول العربية يعرفوها. الهريس يا بتكون بالدجاج يا بتكون باللحمة. حب الهريس طبعا بيجلس علينا، بياخذ مدة طويلة طبعا. زين، هذا الهريس. هذه نحن عندنا في محافظة ظفار نسميه المقصقص، وفي المناطق الشمالية يسموه المندازي. عجينة ومقطعة طبعا محطوط عليها شيرة. الطبق هذا اللي هنا الأخير اللي هو كبسة اللحم، نحن نسميه قبولي، نسمي كبسة، يصير يا بالدجاج يا باللحم. إيش اسمه هذا؟ وإيش بعد؟ قبولي. القبولي ينعمل باللحم وبالدجاج. وأكلنا حلويات وكان اسمها مقصص، كانت الأكلة كثير طيبة وحبيتها جدا، وإن شاء الله لما أرجع البيت حسوي مثلها. طبعا أنا يعني تقارب كل يوم أكل نفس الأكلات، يعني متعود عليهم. وأكثر يعني أكل عجبتني هناك أنا أحبها حتى إذا بكون في الأيام العادية المقصقص. بعد الفاصل قررت لجنة عيش سفاري بطرد، يعني صدمت صراحة، يعني ما كنت عارف أنا عملت مشاغبة. بدأت أفكر يعني أنا عملتها ولا ما عملتها. يا شجعان، برحب بكم بالمجلس الثالث من عيش سفاري الموسم العاشر، حيث لا مكان إلا للشجعان. ازيكم يا شجعان؟ الحمد لله. المعنوية تمام؟ تمام. زي ما عارفين النهاردة هنتكلم في المجلس عن الدورة الثانية بكل تحدياتها. كان معانا 6 تحديات، ولكن قبل ما أبدأ بالدورة الثانية خلينا نتكلم. بعد المجلس الثاني على طول طلعتوا كلكم رحلة، صح ولا لا؟ صح. تعرفتوا أكتر ورحتوا على مزرعة شجرة اللبان، صح ولا لا؟ صح. مين هيكلمني عنها؟ يا سلام، نور تفضلي. عملتوا إيه بالضبط وشفتوا إيه واستفدتوا إيه هناك؟ أول ما جينا على المجلس تكلمنا عن الزيارات وعن التحديات وشنو عملنا في العقاب وفي الجائزة، معناته في الأيام السابقة وفي الرحل، وهذا ما تكلمنا عليهم. كده نكون خلصنا الدورة الثانية بكل التحديات والألعاب والزيارة والجائزة والعقاب. ضحكنا، بسطنا، لعبنا وتعبنا. وقت الجد، يعني أنا مش عارفة لحد إمتى في كل مجلس هعيد نفس الكلام ونفس الشكاوي ونفس الشجعان. دوامة ما بتخلص. أنا مش بهزر على فكرة، لو أنتوا فاكرين الموضوع هزار سبق وقلت أي حد هيكسر القوانين هيخالف القوانين مش هيسمع كلام الكوتشز يا إلاف، هيتوقف، هيتطرد، هيتعاقب. وصلتني كذا شكوى. إلاف، ما بتسمعيش كلام الكوتشز، بتعندي، بتعبيهم، وبالتالي بتأثري على كل البنات والشجعان اللي معاكي. لما أصالة قالت إنه أنا كنت مشاغب وكنت معندة في المخيم، معناتها أنا ما كنتش متوقع إنه توصل لهذه الدرجة، معناتها أنا ما كنتش ياسر قاعدة مشاغب في المخيم، ما كنتش متوقع إنها توصل لهذه الدرجة. دايما الشكاوي بتيجي على الأولاد، ودي أول شكوى توصل عليكي، وأنا زعلانة جدا إنه حصل كده، وأتمنى إنه ما يتكررش. اتفقنا؟ الكوتشز هيركزوا معاكي،
هتوصلني الأخبار وكده كده هنتقابل في المجلس اللي جاي. تمام؟ نيجي بقى للأولاد الأبطال الشجعان الرائعين. عمر، صدمت جدا لما عرفت أنك بتعمل مشاغبات. أصالة لما قالت إنه في مشاغبات كثيرة حصلت في المخيم وبعدين لما جابت تسمينا يعني صدمت صراحة، يعني ما كنت عارف إني عملت مشاغبة. بدأت أفكر يعني أنا عملتها ولا ما عملتها، بعدين يعني طلعت إنه كانت ما عملت مشاغبة بسيطة وجو عاقبوني عليها. تتكلم كتير ما بين الفريقين، ما بين الفريق الأخضر والفريق البرتقالي، ما بين الأولاد والبنات، تعمل مشاكل بينهم، صح ولا لأ؟ صح. طب ليه بيحصل كده؟ علي صوتك. ما هتكرر تاني، عندي كانت غلطة وما هترجع تاني إن شاء الله. يعني أنا اللي أعرفه إن أنت شجاع هادي، صح، في حالك ماشي صح. استغربت الصراحة. هيتكرر تاني؟ لا لا إن شاء الله. عموماً حتى لو اتكرر تاني، لجنة عيش سفاري هتعرف إزاي توقفك لعند حدك أنت أو أي شجاع بيفكر إن هو يكسر القوانين. أحمد، شكاوي كتيرة عليك، والغني عن التعريف الشجاع مصطفى، عندي يعني ورقة كاملة كلها عليك. بتكسر في المخيم، بتشاغب، تعلي صوتك، تكسر القوانين، بتعب الكوتشز. مصطفى صدقني أنا ما بهزرش، وحصلت قبل كده وممكن تحصل في أي وقت، تتوقف ترجع تاني لبلدك انت وغيرك. مش عايزه تبرر لي لانه سبق وقلت لي قبل كده ووعدتني ورجعنا تاني وعدنا نفس الاغلاط. راشد هادي في حاله، ما بيعملش مشاكل. سلطان ها نص نص، شويه رايح مع المشاغبين وشويه مع الهادين. البنات لحد دلوقتي ما فيش ولا شكوى عليكم طبعا الا إلاف. اتفضلي. انا بعتذر من كل الكوتشز اذا غلطت معاهم، بعتذر منهم ما راح اكررها. إلاف حتى لو انت شجاعه كويسه، ادائك كويس، قويه، سريعه، بتفوزي فريقك، صدقيني تتوقفي تطردي على سلوكياتك وتصرفاتك، واعتبريه تهديد انت وغيرك. مصطفى برر ليه كل المشاغبات دي بتحصل، ليه كل الشكاوي عليك، ليه بس انت الوحيد اللي ظاهر في المشاغبات والتصرفات اللي مش كويسه في المخيم وفي التحديات وفي التخطيط، الكل بيشتكي منك. على فكره مش صعبه علينا ان احنا نوقفك، مش صعبه خالص، متاكده ان فريقك هيأدي كويس بيك او بدونك. اتفضل برر. رايح فين؟ تجيتيلي برا. قلت لك برر. اول ما اصاله قلت لي انه انا راح امطرد من عيش سفاري، يعني ما صدقت، يعني معقوله هذا مصطفى فجاه يعني يلا انت مطرود من عيش سفاري؟ واحلى شيء بالموضوع لما قلت لي برر، انا يعني عبالي انه برا. ده دليل ان انت مش عايز تسمع وبتضحك، فاكر الموضوع لعبه، وعشان كده قررت لجنة عيش سفاري بطرد. أول ما قالت أصالة قررت لجنة عيش سفاري بطرد الشجاع، أنا خلص وقف قلبي وقلت يا إما أنا يا إما مصطفى يا إما عمر، معناتها ياسر توترت ياسر. الشجاع مصطفى برا. بعد الفاصل. اي حد مش هيلتزم ولا هيسمع الكلام هيطرد. حصلت قبل كده وهتحصل وهتفضل تحصل ان شاء الله لو وصل الفريق فيه شجاعين بس. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you.
حد مش هيلتزم ولا هيسمع الكلام هيطرد. حصلت قبل كده وهتحصل وهتفضل تحصل. إن شاء الله لو وصل الفريق فيه شجاعين بس. تهديدة للكل. إلاف، عمر، أحمد، مجد، كلكم محدش أحسن من حد، لو قائد أو مش قائد. أي حد هيكسر القوانين هيطرد، هيتوقف، وممكن الفريق كامل يتوقف ونخصم من نقاطكم والفريق التاني يكون معاه نقاط أكتر. أول ما قالت أصالة حق مصطفى أنه مطرود من برا عيش سفاري، قلبي كان يدق بسرعة. قلت كيف الحين إحنا بنفوز عليهم؟ هم بيهتمون يفوزون وبيفوزون عيش سفاري. عبد العزيز، كلكم بصوا لي، كلكم معايا. فريق البرتقالي هتعرفوا تكملوا بدون مصطفى؟ إن شاء الله. حاول. ما ظنش. 5 و6. قائد أنت لازم تكون ليك كلمة. وصدقني لو أنت فكرت تعمل أي حاجة برضو حالك حال مصطفى. حد حابب يقول حاجة؟ عبد العزيز؟ والله مرة زعلانة على مصطفى، وإن شاء الله الفريق الثاني يكمل بدونه. مش أنت بس زعلان على مصطفى، كلنا زعلانين. أي حد هيكسر القوانين مش هيلتزم، مش هيسمع كلام الكوتش، هيحصل فيه زي مصطفى وأكتر، وهتتخصم النقاط. طيبة يا مريم، عملنا مقلب. أنا كنت فرحانة يعني بالمفاجأة، لكني كنت مصدومة في نفس الوقت، إنه ما توقعتش حتى عيد ميلادي يكون في المجلس. يعني آخر حاجة توقعتها يعني إنه يكون في المجلس. مريم كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. عبال العمر كله. ليه زعلانة؟ مش زعلانة، بس مصدومة. يعني الأول قلتي مصطفى انت مطرود، بعدين أنا طبعا اللي بيحصل خلاص، احنا يمكن نخسر، عنا عضو ناقص، يا الله ساعدونا. عموما بعديها فجأة كيكة. كيكة عيد ميلادك تقدري تحطيها هنا، بعد كده تاخدوها معاكم للمخيم وتاكلوا وتحتفلوا لوحدكم. كل سنة وانتي طيبة كمان مرة. أتمنى أي غلط تاني ما يحصلش من الفريقين، لأنه ده مقلب المرة الجاية ممكن يكون جد. اتفقنا؟ اتفقنا. خليني دلوقتي بس أفكركم بالنقاط للفريقين. طبعاً الفريق البرتقالي معاكم 18 نقطة. يس. الفريق الأخضر 9 نقاط. بسيطة، تقدروا توصلوا ل 18 بسهولة، ولكن شدوا الهمة. تمام، بما أنه خلصنا كل الكلام المفروض نقوله والتهديدات والعقوبات واحتفالهم بعد ميلاد مريم والجو جميل، خلينا نسمع الأغاني اللي أنتوا ألفتوها. مين هيبدأ؟ فريق البرتقالي، يلا. مربط قبل النوم، مربط بعد النوم، مربط على الترويقة، مربط كل دقيقة ودق يا موسيقى. مربط 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 مربط. ايه يلا سمريت تطلع برا، ايه يلا سمريت تطلع برا، ايه يلا سمريت تطلع برا. يا سلام، الأغنية فعلا حلوة، برافو عليكم الفريق البرتقالي. خلينا ننتقل للفريق الأخضر. أغنية حلوة ولا نص نص؟ لا حلوة. حلوة؟ يلا سمعوني. 1 2 3. في كل مكان تمريض معروف بفنه، العب خلينا نستمتع بالتمريض. جمهور يشجع يعشق فنك ولعبك، واحنا ان شاء الله بنفوز على مرباط. يا سلام، هيفوز عليكم يا مرباط، خلي بالكم. برافو الفريق الاخضر، اغنيه حلوه. يا سلام. طيب سقفوا لنفسكم، شفتوا قد ايه حلوين وانتوا هاديين وبتسمعوا الكلام. هاي مصطفى، قلبي واقف قد كافي، قلبي واقف. قلبك وقف.
خلاص عايز تروح تنام؟ خلاص خلص الموقف واديك اتعلمت منه وحسيت شويه من الاحساس ان انت ممكن تطرد في اي لحظه. خلصنا منه، سمعنا الاغاني الحلوه وبشكركم على الاغاني بجد. وعايزه اقول لكم ان شاء الله هنبدا دوره جديده والدوره الثالثه. اتمنى الفريقين يركزوا، تشدوا الهمه، تشتغلوا على نفسكم، والاهم تعرفوا تخططوا وتحطوا كل شجاع ومهمته الصحيحه، كل شجاع في مكانه الصحيح، وتعرفوا ازاي تستخدموا الحصانه بما انه الفريق الاخضر معاكم حصانه والفريق البرتقالي كمان معاكم حصانه. تمام؟ اي سؤال؟ لا. روحوا ارتاحوا، وراكم يوم طويل بكره، يوم جديد، مغامرات جديده، وهنبدا بعدها بالدوره الثالثه. تصبحوا على خير. المجلس اليوم كان فيه مفاجآت كثيره واستغربت في اشياء كثيره. سؤال الحلقة بيقول: في الحلقة القادمة من عيش سفاري. يعني دينا تقول عاف العب عاف العب، يعني يعني المفروض تروح بسرعة. هو قال كذا معه، وأصلا يعني قال في رسالة يعني لازم بسرعة. هو ما مركز مع مجد وقال خلاص اكسو روح. كان عندك الفرصة إنك إيه أقول، بس ما كان عندك الفرصة. مشكلة إنه الثانيتين عن كذا بسرعة لازم. Thank you.